حياكم الله جميعا في علم ويبنار. اليوم احنا في الويبنار الرابع لهذا الشهر. نتشرف باستضافة الدكتور محمد الركيان، الرئيس التنفيذي السابق لوحدة التحول الرقمي. الدكتور محمد ما شاء الله عليه معروف جدا بخلفيته القوية في مجالات الاستثمار في الشركات الناشئة، في الابتكار والقيادة الاستراتيجية. قام الدكتور محمد بإنشاء وإدارة عدة شركات في استراليا والسعودية والإمارات حاليا. الآن الدكتور يرأس مجلس إدارة شركة سكواد بارتنر، متخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة وتنفيذ برامج مسرعات الأعمال وبرامج الابتكار المؤسسي. حياك الله معنا دكتور محمد، وشاكرين لك قبول الدعوة. الله يحييكم جميعاً، وشاكر منك أختي أمجاد، وشاكر لعلم للدعوة. يشرفني وجودي معاكم، وما شاء الله شوف العدد الآن تجاوز 100. صراحة الموضوع كبير جداً والموضوع متشعب، فأنا وجدت أن أفضل بداية لموضوع تحويل الأفكار إلى منتجات هو شرح موضوع اللي هو تطور مراحل الفكرة. فبسوي مشاركة للشاشة الآن، فأتوقع أن أفضل بداية لما نبدأ ونتحدث عن الأفكار وعن المنتجات والشركات الناشئة، لأن هي عبارة عن مصطلحات مختلفة، فدائما تكون البداية بفكرة. الفكرة تنتج في الغالب من مجموعة أفكار أو تلاقح أفكار، أو في الغالب أن الفكرة تجي من مثلا خبرات سابقة، أو تجي الفكرة أحيانا من ما يسمى بالحلم أو ما يسمى بالتنبؤ. فمثلاً واحد عنده قابلية كبيرة على التنبؤ أحياناً، أو عنده قابلية كبيرة على التفكير الاستراتيجي. الأفكار أنواع كثيرة، الناس تطلع بأفكار، مئات الأفكار أحياناً باليوم، أحياناً في الساعة مئات الأفكار. ودائماً لما أقدم دوراتي أنا في الابتكار أو حتى في الإرشاد، أجيب صورة معينة، مثلاً صورة الشارع، وأقول أبغى كل واحد منكم يطلع لي على الأقل 10 أفكار منها. فكل واحد يجي ويقول لي ممكن هنا نسوي مثلا لوحة، احنا ممكن نسوي مثلا شركة مثلا فود تراك على الشارع، واحد يقول مثلا ممكن احنا نسوي مثلا شركة اللي المواقف اللي بفلوس. فالأفكار كثيرة مرة. الأفكار ما تنسرق، وهذا يعني أحد الأشياء اللي دائما يصير فيها نقاش وجدل كبير مرة. تقول مثلا فكرتي انسرقت، الناس يسرقون أفكاري. الأفكار ما تنسرق. الأفكار ممكن الواحد يطلع بألف فكرة. أجل الشيء اللي ينسرق يا دكتور؟ اللي ينسرق هي الفرصة. فإذا تحولت الفكرة إلى فرصة، ممكن الآن تحافظ على الفرصة هذه إنها ما تنسرق. وتحويل الفكرة إلى فرصة هو متى؟ إذا قدرت إنك تجاوب على السؤال التالي: كيف أقدر أحصل من أحصل فلوس من الفكرة هذه؟ إذا قدرت تجاوب على السؤال هذا، كيف إني أحصل فلوس، أو يسمى بالإنجليزي monetization، من الفكرة هذه، فبالتالي هي تحولت إلى فرصة. الفرص تنسرق، والفرص ممكن أن الواحد يأخذها ويطبقها ويحولها إلى المرحلة الثالثة اللي عندكم الآن في الشاشة، إلى منتج. فبالتالي دائما نبدأ حنا بفكرة عبارة عن thought، أفكار، بعدها نحولها إلى فرصة إذا قدرنا نستوعب كيف نسوي ما يسمى بنموذج عمل، أو كيف نحن نحولها مدخل منها فلوس. بعد ما نطور نموذج العمل من الفكرة هذه وحولناها إلى فرصة، نقدر الآن نجي ونقول كيف ممكن نبني منتج. الآن لما تجي وتبني منتج، المنتج هذا قد طبعاً حنا نسميه منتج، الخدمات هي أيضاً منتجات. فمصطلح منتج الآن في الويبنار هذا هي تشمل أيضاً الخدمات. فبالتالي لما نقول احنا انا عندي منتج معين، اقول ممتاز، المنتج هذا اللي عندي كيف اقدر اني ابيعه؟ من هو السوق المستهدف؟ كيف اني انشئ المنتج هذا؟ اذا المنتج هذا عباره عن حاجه يعني ملموسه ويحتاج تصنيع، كم راح يكلفني التصنيع؟ وكم راح يكلفني جيبته لدوله معينه او دول معينه؟ كيف اقدر ابيعه؟ كيف اقدر اسوقه؟ ففي ما يسمى بتطوير الأعمال. فتطوير الأعمال يكون في مرحلة المنتج. أحياناً أن توقف في مرحلة المنتج بالنسبة لك مربح أكثر
من انك تحول منتج الى شركه. طيب خلينا الان نجاوب على السؤال التالي، متى يتحول منتج الى شركه؟ يتحول منتج الى شركه متى؟ اذا قدرت انك تنشئ كيان، ما يسمى بالكيان. الكيان هو في الغالب موظفين، الكيان عباره عن عندك مثلا عن ما يسمى باجراءات العمل. انا ذلك يا دكتور، تفضل دقيقه بس. طبعا اسمع، اشكر الاخ محمد صراحه، لان هذا اول ويبينار نسويه ويكون في لغه الاشاره عندنا، فيعني هذه مبادره جميله جدا من علم، ويعني اشكر فيها علم حقيقه على الاضافه القيمه هذه. ما شاء الله باذن الله يستمر الموضوع الى الويبينارات القادمه، لذلك لعلي استغل هذه الفرصه وبعد الويبينار ان شاء الله اذا في اي ملاحظات او اي خطط تطويريه تبلغونا فيها للتحسين. جميل. فالمنتج يتحول الى شركه اذا في كيان معين. الكيان هذا في الغالب يكون مجموعه موظفين، الكيان هذا في الغالب يكون في مكتب، الكيان هذا يكون في رخص وإلى آخره. يعني يكون عندك كيان، عندك شركة، عندك إجراءات عمل أو يسمى بالبزنس بروسيسز. طيب تلاحظون أنا علقت تعليق وهو أن أحيانا الوقوف على المنتج يكون مثلك مربح أكثر من تحويله إلى شركة. أعطيكم مثال، وأنا متأكد أن كثير منكم جرب المثال هذا، وللأسف أحيانا كثير من المستشارين والمرشدين يدفع الناس انهم يتحولون الى شركه، واحيانا التحول الى شركه غلط. مثال هو ما يسمى بالفريلانسرز المستقلين. فريلانسرز او المستقلين، الناس اللي قاعد مثلا في البيت او عنده مثلا مكتب صغير ويقدم خدمات تصميم، خدمات ترجمه، خدمات برمجه، وهو الحاله انا قاعد لوحدي، يجيني مثلا واحد يقول لي تعال ابغاك تبرمج لي، ابغاك تصمم لي. هذا يعتبر منتج، هذا مو شركة، لسه أنت ما بيت كيان. فيجي الشخص أحياناً ويكون جداً ناجح، مثلاً مبرمج، مبرمج يعني ناجح جداً. بعدين يجي ويقول والله ما شاء الله علي، أنا أدخل مثلاً 200 ألف أو 100 ألف مثلاً في الشهر، أو أدخل مثلاً 50 ألف في الشهر. خلاص أنا الآن مستعد أني أطلق، أحول المنتج حقي المستقل فريلانسر إلى شركة. هنا يبدا احيانا يدخل في اخطاء كبيره مره، يوظف ناس ويبدا يدخل ب تكاليف هو اصلا ما كان ضارب حسابها. فالتكاليف هذا اللي كان حطها على نفسه والموظفين وانه بيكبر، سوت كت او قطعت من هامش الربح جزء كبير مره. وفي كثير من الاحيان وانا شفتهم واشرفت عليهم، كثير من الاحيان يكون بالسالب. فبالتالي هو كان يدخل مثلا 50,000 لوحده كمستقل كمنتج، لما تحول الى شركه اكتشف انه والله عنده رواتب اصلا 50,000، رواتب لوحده 50,000. فبالتالي صار ما يحط في جيبه ولا قرش. فبالتالي احنا مهم اننا نستوعب ان احيانا الوقوف على المنتج بالنسبه لك مربح اكثر من التحويل للشركه. خلينا نراجعها على السريع. عندك فكره ما تنصرق، سويت فيها نموذج عمل وعرفت كيف انك تحول الفكره هذه ودخل منها فلوس، صارت فرصه. الفرصه هذه جيت وبنيت منتج او خدمه، انا تحولت الى منتج. من المنتج هذا طبعا مثل الاسر المنتجه والى اخره، هذه كلها منتجات. انت في البيت قاعد مثلا تطبخ او تصنع اشياء معينه وتبيعها، هذا منتج. تحويلها الى شركه هو بناء الكيان. احب انوه ان في مرحلة المنتج هذا ممكن تطلع سي ار او سجل تجاري عادي. يعني في المنتج تطلع سجل تجاري عادي، مو لازم الواحد يقول والله انا في المنتج ما طلع سجل تجاري، لا عادي. وممكن ما تطلع سجل تجاري، يعني في المنتج انت مخير. تخيل انك انت مثلا سوي تطبيق معين وانت الوحيد اللي مشرف على التطبيق هذا، فانت الان في مرحلة المنتج. فبالتالي اذا انت في مرحلة المنتج وقاعد تبني التطبيق حقك، ليس بالضرورة أن يكون عندك سجل تجاري، لأن اسمك، وهذا مهمة جدا، الاسم، اسم الشخص نفسه بالبطاقة
يعني بالبطاقة من الهوية، هذا بالنسبة له يعتبر كيان صغير. يعني أنا باسمي أنا كيان صغير، وقانونياً أقدر أني أتصرف بنفسي. يعني أنا مثلاً أملك مثلاً أرض أو أملك عقار، أقدر أني أبيعه باسمي، مو لازم أني أنا أسوي مكتب عقاري عشان أقدر أني أبيع عقار. فبالتالي ليس بالضرورة أن يكون عندك سجل تجاري في مرحلة المنتج، لكن أحياناً بعض الأنشطة الحكومة تقول لا، ما تزاول النشاط هذا إلا بسجل تجاري، فمن الضروري إخراج السجل التجاري. تمام دكتور محمد، بس لو تعطينا بعض الأمثلة على بعض المنتجات اللي إحنا ممكن نبنيها أو نطورها وما نحتاج فيها سجل تجاري. ممتاز. الأشياء التقنية في الغالب ما تحتاج إلا إذا كان فيها أشياء تتطلب رخصة بشكل صريح. مثلاً أنت تبني تطبيق وفي تداول فلوس، مثلاً في جمع مال أو فيها مثلاً صرف مال أو إلى آخره، هذا تحتاج إلى رخصة. ففي الغالب التقنية هي ريحتنا من يعني من الشيء هذا. إذا أنت مستقل، إذا أنت فريلانسر، أنت قاعد على جهازك على اللابتوب وتبيع منتجاتك أو خدماتك، مصمم، مبرمج، مترجم إلى آخره، هذا ما تحتاج إلى سجل تجاري. إلا عندنا في السعودية هنا حديثاً قبل تقريباً شهرين قالوا أن المستقلين لهم رخصة خاصة ولهم سجل خاص. ليش؟ علشان يعطيهم نوعاً من الثقة في السوق، أنه والله هذا مستقل قاعد في بيته أقدر أثق فيه لأن الحكومة رخصته أنك مستقل، لكن ليس بالضرورة. فهذه عن هذه بعض الأشياء. طبعاً الأسر المنتجة عن في بعضهم يعني يبني ويبيع من دون رخصة. إذا كانت الحكومة تطلب منك رخصة حتى ولو كنت مستقل، أو عفواً حتى لو كنت من منتجي الأسرة المنتجة، فبالتالي يتطلب الشيء هذا. فدائماً هناك في توازن بين شغلتين، في توازن ما بين ما يسمى بالابتكار، فالابتكار هذا يعتبر جانب واحد، وفي توازن ما بين جانب آخر وهو ما يسمى بالسياسات. فأحياناً لما الحكومة تطلع سياسات هي تقلل من الابتكار، وأحياناً إذا قالت خاصة ما في سياسات ولا في إجراءات في نطاق معين، أحياناً الابتكار يرتفع، وأحياناً ما لها علاقة، أحياناً هم يرتفعون مع بعض. فبالتالي دائماً أحياناً واحد يوازنها. ويعني حتى في بعض دول أوروبا بدأوا ما يسمى بالديريجليشن، وهو أن أشيل السياسات من بعض الأنشطة. إذا شيلت السياسات والقيود من بعض الأنشطة أنا رفعت الابتكار فيها. فبالتالي هناك يعني توازن، يعني أحيانا الابتكار والمرونة وبين السياسات اللي تطرحها الحكومة. طيب أنا كان ودي أعطيكم الآن هذه هي من النبذة العامة على مراحل تطوير الفكرة. وزي ما أنتم شايفين أنا عندي ملف في البي دي اف هذا فيها أكثر من 70 صفحة، وأكثر من 70 صفحة أنا ممكن أننا يعني نبحر في موضوع تحويل الأفكار، وش الأفكار، وكيف تنشئ الشركة، وما هي الأخطاء اللي يقعون فيها أغلب الناس. لكن دائما أنا يعني أحب في الويبنار أنه يكون عن نقاش مفتوح. فأنا بترك المجال لك أمجاد، إذا في أي أحد عنده استفسار، عنده سؤال، ممكن أن أنا أطمر لجزئية معينة يعني في الدورة هذه اللي قدمها، بحيث أنه ممكن أننا نتكلم فيها بشكل مفصل. تمام. أتصور واحدة من أهم الأسئلة اللي مهم جداً أنه نجاوب عليها الليلة، لو في استراتيجية أو خطوات معينة إذا طبقتها على الأقل أنا راح أطلع ب MVP أو على الأقل بداية واضحة جداً في بناء هذا المنتج. طيب MVP، خلينا نشرح MVP. السؤال جيد. MVP هو اختصار بالإنجليزي Minimum Viable Product، وهو المنتج الأولي. فMVP يعني منتج أولي. فالمنتج الأولي، خلينا أعدل على الترجمة، اسمحوا لي، والمنتج الأولي القابل للتطبيق. MVP Minimum Viable Product هو المنتج الأولي القابل للتطبيق. فبالتالي الإنشاء MVP
في شرطين، لازم تكون سريع ورخيص، سريع ورخيص. فبالتالي كل ما قدرت انك تنشئ الـ MVP باسرع طريقه ممكنه وتنشئ الـ MVP بارخص طريقه ممكنه، كل ما زاد عندك احتماليه النجاح. السبب هو باختصار ان انت راح تبني حاجه ما عندك اي خلفيه اذا السوق بتقبلها او لا. فليش اصرف وقت ومال كثير على حاجه ما ادري اذا السوق بيها؟ فكل ما كنت سريع، طبعا اتكلم سريع، سريع يعني انت تتكلم عن اسبوعين، يعني هذه السرعة، أسبوعين أنت بان الـ MVP. التكلفة يمكن 10,000، 15,000، 5,000 ريال وأنت بانيه. بعدين تجي وتطرحها في السوق، السوق بيعطيك تغذية، يعني بيعطيك ما يسمى بالفيدباك أو التغذية الرجعية، أو بيعطيك ملاحظات على الـ MVP الصغير هذا. ثم تجي وتكبر الـ MVP هذا، تقعد عيش مثلا أسرع طريقة ممكن وأرخص طريقة ممكنة أني مطبق الملاحظات هذه او ادرسنج الكومنت. فبالتالي فانا اكبر الام بي بي بطريقه في البدايه تكون نواه صغيره، واكبرها بطريقه سريعه ورخيصه. واذا في سؤال على ام بي بي معين، ام بي بي معين، انا ممكن اعطيك نصيحه كيف تسويها بطريقه سريعه ورخيصه جدا. اذا مثلا بتسوي تطبيق، اذا تقول لي بس وش التطبيق اللي في بالك او الفكره العامه، وانا اقدر اقول لك كيف ممكن تحول الفكرة هذه إلى منتج خلال أسبوعين، وش أرخص طريقة ممكن تسويها. أمجاد أنا عرفت بنفسي كشخص يعني متخصص في تطوير الأعمال، لكن أيضا أنا شخص تقني، وحتى الدكتوراه عندي كان في التقنية وتطوير الأعمال، والماجستير عندي في الـ IT أو تقنية المعلومات. فبالتالي الأسئلة المتعلقة بتقنية المعلومات أو متعلقة بتطوير الأعمال، أنا بإذن الله تعالى أقدر أجاوبها يعني بشكل مفصل. تمام تمام. طيب دكتور يعطيك العافية في هذا السؤال، ظهر لك على الشاشة السؤال. لو بس تسأليني إياه. طبعا أنا أفضل الشباب، أنا شخصيا أفضل أن اللي عنده سؤال يسأله يعني بشكل شفهي بدل مهم كتابي، عشان اقدر بالضبط. ممكن لو رفع علامة اليد ممكن نعطيه المايك. طيب دكتور، لكن اتوقع انه افضل للمشاهدة اذا كنا ما عاد نحتاج البرزنتيشن نسوي له ايقاف. طيب احسنتي. طيب تبغين نقرا؟ انا بس انا ما اعرف من اللي رافع يده، اتوقع انت الهوست، فاللي رافع يده اعطيه. بس خلينا ايش نحول، مره نقرا من الكتابي ومره اللي رافع يده. والاسئله لا تحطونها في الشات، حطوها بالكيو ان اي. فعندكم كيو اند اي اللي هو السؤال والجواب، حطوا فيه الاسئله عشان اقدر اني انا احطها في الشاشه واجاوب عليها، لان الشات هذا في الغالب يكون في يعني ما أقدر أني أحطها في الشاشة، في عندكم في الشاشة. طيب. تمام. بالنسبة للغة الإشارة، ممكن لو رفعوا يدهم ممكن نعطيهم الكاميرا بحيث أنهم يقدرون يسألون بالطريقة المريحة لهم. ممتاز. تمام. طيب في سؤال غدير. أتوقع لازم أنت تعطينها المايك. طيب السؤال على الـ QA، سؤال غدير، كيف أقيم الفكرة وكيف ممكن تنبؤ بنسبتها للسوق المحلي؟ أنا قاعد أحاول أشوف. غدير، أوكي. كيف أقيم الفكرة وكيف ممكن تنبؤ بمناسبتها للسوق المحلي؟ تقييم الفكرة يكون مبني على 4 عناصر. العناصر على السريع بحطها بالشاشة عشان تكون أسرع علي في الشرح. العناصر هي كالتالي: لما تقيم أي فكرة أنت تقيمها بناء على ما مدى توافقها مع هرم القيادة. وش هرم القيادة؟ هرم القيادة هو أنت، ما هو حلمك، ما هو وش الأشياء اللي تحب تسويها، أنت وين تلقى سعادتك، في ما هي الأشياء اللي أنت تجد نفسك فيها. لأن هرم القيادة أصلاً موضوع كبير مرة، وحنا نقعد فيه 8 ساعات، لكن هرم القيادة باختصار
الشيء اللي يسعدك. والشيء اللي يسعدك، هل الشيء هذا يسعدك ولا لا؟ الفكرة هاي تسعدك ولا لا؟ الشغلة الثانية، هل هي صعبة بالنسبة لك أو لا؟ مو بالنسبة لغيرك، بالنسبة لك أنت. ممكن شيء بالنسبة لك أنت صعب، عند غيرك سهل، بالنسبة لك سهل، عند غيرك صعب. فدائماً وش الشيء بالنسبة لك أنت سهل؟ شيء الثالث، هل فيه قيمة أو أنت قاعد تحل مشكلة كبيرة في السوق ولا لا؟ لأنك أنت يعني الناس تعتقد أنها تبيع منتجات. يعني مثلاً أنا عندي ساعة سماعة أبل هذه، فالناس تعتقد أنها قاعدة تبيع المنتج هذا، وهذا مو صحيح. أنت تبيع القيمة. لو أنا بيع منتج، لو فعلنا اللي بيع منتج معناتها أن قيمة كوب القهوة هو نفسه، سواء كان في ستاربكس أو كان سواء في كشك أو سواء في فندق خمس نجوم، لكن الأسعار تختلف. ليش؟ لأن كل واحدة منها لها قيمة. الجلسة قيمة، الطعم قيمة، الرائحة قيمة، فبالتالي أنت تبيع قيمة. التقييم الثالث هنا، هل فعلا في قيمة للي تبيعه ولا لا؟ إذا في قيمة للي تبيعه وتحل مشكلة كبيرة والسوق بتتقبل، هذا خير الثالث أو تقييم الثالث. التقييم الرابع والأخير، هل السوق المستهدف عنده فلوس يدفع لك ولا لا؟ أحيانا واحد يقول والله أنا شخص مدي بيع منتجي مثلا على الطلاب، طلاب هذولي هل يقدرون أنهم يدفعون على المنتج هذا مقابل القيمة هذه ولا لا؟ تلاحظ الطالب لو تقول أنا حشت الكتاب بتسعين ريال يقول والله ما عندي فلوس، بس راح اشتري جوال بخمس آلاف اي والله عندي سبحان الله. ليش؟ لأن قيمة، ما لقى قيمة في الكتاب لأن عنده ملخصات أو عنده طرق ثانية، لكن لقى قيمة بالجوال. فبالتالي رقم ثلاثة وأربعة مرتبطة في بعض. هل القيمة اللي تقدمها السوق قابل أن يدفع عليها فلوس ولا لا؟ فهذه هي باختصار. جميل جدا. السؤال اللي بعده، ناخذ سؤال من على المايك. دكتور محمد، اي من المايك اتوقع عندك انت تختارين، بس انا ما ادري من اللي رفع يده صراحه. خليني اشوف البارتيسيبنتس. تفضل. اوكي، في واحد اللي هو عندك بيان ابو قرنين، او في عبد الحميد. تفضل اخوي عبد الحميد. عبد الحميد اعطيتيه المايك. ايوه اوكي، بس اشيل الميوت. عبد الحكيم، السلام عليكم ورحمه الله، مساكم الله بالخير. وعليكم السلام. وعليكم السلام، حياك الله. طيب، حيكم ربي اكثر. طيب استاذي الفاضل، اذا كان هناك فكره وهي موجوده في السوق ومنافسة عالية، لكن الديماند عالي على الفكرة هذه أو المنتج، هل تنصح بالدخول فيه أو لا؟ سؤال جيد جدا. أنصح فيه بشرط أن يكون الديماند أو الطلب على المنتج هذا ما هو موسمي. إذا كان موسمي ما أنصح بالدخول فيه. يعني مثلا في مواسم معينة يكون في طلب معين على منتجات معينة، هذه وش مشكلتها؟ ان بمجرد انتهاء الموسم الناس الصغيره تطلع من السوق وتبقى الكبيره. الا اذا انت من النوع تقول والله انا بدخل بس في الموسم هذا، بعد كذا بطلع، هذا امر يرجع لك. فبالتالي ما انا بالعكس، تدخل في منتجات لها طلب عالي والسوق ما هو متشبع لكن في استدامه في الطلب، بالعكس ادخل وأزيل اللي تدخل. ليش؟ لأن السوق قاعد يطلب، ما راح تصرف أي فلوس على التسويق. جميل جميل، بارك الله فيك. يعطيك العافية، شكرا لك. طيب نرجع ناخذ الأسئلة اللي موجودة. في عندنا سؤال، المشاريع الخدمية التي تحتاج موظفينهم على رأس المال الأساسي، كيف ترى ممكن التغلب على صعوبتها؟ اوكي، معليش ممكن تعيدون السؤال اذا امكن؟ تمام. السؤال
بالنسبة للمشاريع الخدمية اللي تحتاج موظفين وهم رأس المال لهذا المشروع، كيف ممكن التغلب على صعوبتها؟ جميل. المشاريع الخدمية في الغالب تكون مبنية على مشاريع، فأنا أقدم خدمة، عندي مشروع معين، بعد أقدم الخدمة هذه على المشروع. التغلب على مشكلة أن الموظفين يأكلون من رأس المال بشكل كبير جدا، يمكن خلال شهور قليلة إلى رأس المال كله خلص على الموظفين، أنك تقلل قدر الإمكان من الموظفين اللي على الشركة مباشرة. يعني لو تخلي فقط الرئيس التنفيذي على الشركة ممتاز، طيب السؤال وبقية الموظفين وينهم؟ على المشاريع. فبالتالي توظف على المشاريع، يعني أنا عندي مشروع، المشروع هذا أجي أنا ووظف 2-3 على المشروع هذا، فبالتالي أنا بالطريقة هذه أضمن أن إذا جاني فلوس من المشروع هذا دفعت الموظفين اللي عندي. بتقول لي طيب أنا أحتاج إلى موظفين لتطوير الأعمال، أحتاج موظفين في الشركة علشان يسوون الديزاين، يسوون البروبوزرز، يسوون الأشياء هذه كلها. استخدم المستقلين، لا توظف، استخدم مستقلين، استخدم الفريلانسرز. في منصات كثيرة للفريلانسرز زي مستقل وغيرها، تقدر تدخل وتقول أنا أبغى تصميم، أنا أبغى شغلة فلانية، لا توظف. إذا أنت توك بادي في الشركة ممكن يكون فقط رئيس تنفيذي، كل ما جاءت مشروع وظف على المشروع. إذا المشروع تكنسل قانونيا يحق لك أنك تطرد الموظف، لأن في العقد مكتوب موظف على المشروع. تمام. طيب يعطيك العافية دكتور. راح ناخذ الأسئلة من على المايك. أخوي أحمد، دقيقة الله لا يهينكم، بترجم أنه هل إذا كان في سؤال من ذوي الإعاقة السمعية. تمام. تفضلوا. عبد الله أشيل الميوت تحت على اليسار. السلام عليكم. وعليكم السلام. سامع الصوت؟ أهلا وسهلا دكتور محمد، كيف الحال؟ الحمد لله بخير، بشرك طيبين. الله يسعدك يا رب. أنا عندي استفسار، بس أنا عندي مشروع قائم، وصراحة بعد ما مشيت المشروع تقريبا 6 شهور أو 7 شهور حطيت ويب سايت للمشروع هذا، والحمد لله شغل الويب سايت بدأ الناس يتعرفون عليه ويتعاملون معه وتجي عليه طلبات. طبعا مشروعنا تقريبا ورد وتغليف هدايا، ففكرت أني أسوي تطبيق، بس يعني الفكرة كنت متردد فيها، هل التطبيق يعني كأبس يعني بيكون في قابلية للمجتمع؟ أنا أشوف أقيس على نفسي، ما راح أحمل تطبيق عشان ورد مثلا، ما راح أستخدم لك كل شهر مثلاً مرة أو كل 3 شهور مرة. فأودي شو نصيحتك يعني من ناحية هل التطبيق بيكون عملي أو أكون باقي على الويب سايت فقط يعني؟ وبالسلام. الله يسلمك، شكرا على السؤال. الإجابة باختصار، استخدم منصات اللي فيها عملاء جاهزين. تكون إنك تسوي تطبيق وتقول حمل التطبيق هذا علشان حط فيه تطلب ورد، ما راح أحد يحمله إلا إذا ورد ببلاش، فكلنا بحاجه، هذا مستحيل. فبالتالي منصات جاهزه. شوف انت العملاء اللي انت مستهدفهم، حاول انك في طريقه تسمى نسيت الناس اسمها، يعني انت تخيل العميل، فانت تيجي وتحط نفسك مكان العميل. فلما تحط نفسك مكان العميل تجي وتقول العميل هذا وين ألقاه فيه، وين يتواجد فيه. أنت تجي وتعرض منتجاتك على المنصة اللي تواجد فيها عملائك. طبعًا أنت توصف عندك، تقول مثلًا العمر يكمل كم، ذكر ولا أنثى، تجي تقول في أي منطقة. فتجي أنت وتسوي ما يسمى بالنيش أو تحديد فئة العميل. لما تحدد فئة العميل أنت بالطريقة هذه تقدر تقول هم وين تواجدون فيه، في معارض معينة يروحون لها، هل في مجلة معينة هم موجودين فيها، في منصة معينة أحط منتجاتي عليها.
هذه أسهل وأفضل طريقة. بتأخذ شوي وقت في البداية، بتأخذ 5 أيام 4 أيام إلين فعلا تطلع بالمنصة المناسبة نفتح فيها منتجاتي. لكن نصيحتي لك بالتطبيق، لا تسوي تطبيق فقط للورد. الله يسعدك، ما قصرت، شكرا لك حبيبنا، يعطيك العافية. هلا وسهلا. الله يرحمك. طيب دكتور محمد، في سؤال من غادة، غادة الجهني، تذكر أنه عندها فكرة متوافقة مع هرم القيادة، بالنسبة لها نفذتها بشكل مبدئي وأطلقتها في السوق، تمام؟ الفكرة تحل مشكلة كانت تعاني منها غادة. الآن تسأل كيف تعرف إذا السوق لم يتقبلها أو توقف، أو أنه الإشكالية في تسويق الفكرة. جميل. في مصطلح مهم جدا اسمه تراكشن. تراكشن، تراكشن هو باختصار أرقام إثبات الجدوى. أرقام إثبات الجدوى. طبعا في فرق بين دراسة الجدوى وإثبات الجدوى. دراسة الجدوى هي اللي نعرفها، يكون في دراسة جدوى، في خطة مالية، في نموذج عمل، الأرقام كم الدخل وكم متوقع الرواتب والكاش وغيرها، هذه حطها على جنب، هذه لا تجونها في البداية. أنت يعني كشركة ناشئة وصلت يعني توصل من الفكرة للمنتج، لا سوي دراسة جدوى، سو إثبات جدوى. إثبات جدوى كيف؟ ما يسمى بتراكشن أو أرقام إثبات جدوى. أرقام إثبات جدوى هي باختصار كيف أنا أقدر أني أبيع المنتج أو أثبت المنتج بالأرقام. الأرقام مثل إيش؟ مثل عدد التحميلات أو داونلودز. فإذا عندي داونلودز كثيرة، معنى هذا الآن عندي إثبات في تقبل. أحياناً يكون عدد مبيعات، أحياناً يكون عدد مشاهدات، أحياناً يكون عدد متابعين. فالرقم هذا كل ما قدرت أنك تطلع أرقام إثبات جدوى أو بالإنجليزي تراكشن، كل ما أثبت جدوى المشروع اللي عندك. جميل. طيب نأخذ سؤال من أحمد القرني. فك المايك أحمد، فك الميوت، تحت على اليسار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا من فرصة سعيدة أن ألتقي بكم. سؤالي طول عمرك كان عندي منتج بديل للأسنان، لأعواد الأسنان. هذا الطلاب، طلبات في الجامعة، شباب في كشتات بر أو مناسبات زواج، يكون بديل وأفضل من أعواد الأسنان. السؤال فين أتوجه؟ الغذاء والدواء أو الملكية الفكرية، حتى فكرة التصنيع، يعني لأن المنتج بيكون بديل للأعواد الأسنان فيحتاج يعني مواصفات خاصة. هل أخذ تصريح من وزارة الصحة أو الغذاء والدواء؟ فأحتاج مشارتكم طال عمرك. شكرا. أنا والله أعتذر منك، ما أقدر أني أعطيك نصيحة قانونية في الرخص لأني ماني متخصص فيها، وخصوصا أن الدولة الآن قاعدة تسوي يعني هيكلة لبعض الجهات المرخصة، واحيانا في تكون تقاطع احيانا من بين جهات عن جهه وجهه. فافضل جهه تسالها هي وزاره التجاره، فوزاره التجاره تسالهم تقول انا عندي منتج الفلاني ابغى اطلع عليه رخصه. واذا تبي نصيحتي اختصارا للوقت، جيب منه سامبل للسعوديه، شوف اذا دخل عن طريق عمل كاستم ولا يوقفون لك اياه. اذا دخل وبعته الحمد لله. يعني كيف يعني؟ جبه السعودية وبعه، يعني من دون رخصة، يعني فقط سجل تجاري. لا هو يحتاج تصنيع. يعني هي فكرة مبتكرة في بالك. مبتكرة أيوه، هي موجودة في برا السعودية، بس الله يكرمكم ما هي للإنسان. إيه مو مشكلة. هي شوف يعني أنا أنا أما يجيها ممكن إنها ترخص لك، أنا ما أدري، لكن نصيحتي لك وهذا اللي دائما أسويه، ليش تنبش على نفسك على الرخص وأنت أصلاً ما حد طلب منك رخصة؟ إذا الجبه وبعه، زي ما تبيع البيبسي، زي ما تبيع مثلاً غلاف الجوال، زي ما تبيع أي حاجة ثانية. طبعاً إلا إذا كان فيه يعني محاليل، يعني إذا كان في يعني في
في محلول ولا حاجة معينة أم علاجية، هذا موضوع ثاني. لكن إذا كان فقط أعواد أسنان مثلاً مثل خلنا نقول للإبل أو الأحصنة أو غيرها، هذه دخلها كما هي وجيب منها أمثلة وجرب، ما راح تضر، جيب أقل كمية عندك وحاول تجيبها وتبيعها بشكل رسمي عن طريق سجل تجاري رسمي، وشوف من وقفك، اللي وقفك اطلع عند الرخصة. ما تكلمي. شكرا لك أحمد. طيب نرجع للأسئلة من قائمة الأسئلة. طيب بالنسبة للمحاضرة اي نعم هي مسجلة وبإذن الله رح يتم وضعها على اليوتيوب. بالنسبة لعرض الباوربوينت دكتور محمد، هذا السؤال لك، هل في طريقة لمشاركة العرض؟ اللي شفتوه ما هو باوربوينت، اللي شفتوه هو كتيب تدريبي. كتيب تدريبي هذا عبارة، احنا نقدم الكورس هذا كجزء من مسرعات أعمال يعني وحاضنات، والمحتوى كامل اللي شفتوه هذا ان شاء الله راح يكون موجود على تطبيق اسمه Your First Startup، راح اكتب لكم اياه، موجود على البلاي ستور وال Your First Startup، بيكون موجود على البلاي ستور وعلى الاب ستور. في مشكله بسيطه فقط بالاس ام اس، وان شاء الله خلال اليومين القادمات راح نحلها، بس حملوا التطبيق الان وراح يجيك نوتيفيكيشن على التحميل على الابديت. ممتاز ممتاز. طيب ناخذ سؤال ثاني. بالنسبة للأفكار والمشاريع التقنية، هل يوجد قالب موحد لنموذج العمل التجاري؟ لا، ما في قالب معين. أنا شخصيا طبعا النموذج العمل التجاري اللي مشهور هو حق أليكس أوسترولدر اللي من كتاب Business Model Generation. أنا شخصياً ما أفضله ولا أستخدمه، لأنه في 9 كومبوننتس ومعقدة، وأنت شخص تبغى بس تطلق منتج. النموذج اللي أنصح فيه، والدكتورة كانت على 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 أساس هذا النموذج، هو باختصار كالتالي، يعني في نصف دقيقة، هو عبارة عن 4 أشياء. حدد لي ما هي القيمة الفريدة اللي عندك، هي في المنتصف، وش اللي يميزك عن غيرك، شيء مفيد، شيء فريد عفوا. ما هو السوق المستهدف؟ الأمور المالية، تحدد لي حاجتين، شلون بتدخل فلوس وما هي أكبر تكاليفك، هذه في الأمور المالية، كيف بتدخل فلوس وما هي أكبر تكاليفك. والشيء الرابع والأخير في نموذج العمل، ما هي أهم الأنشطة؟ أهم الأنشطة هي الأنشطة اللي راح تستنزف منك وقت كثير، وقت وليس مال. فوش الأنشطة اللي تستنزف منك وقت كثير، حطها في أهم الأنشطة اللي عندك. فقيمة فريدة، سوق، الأمور المالية، حاجتين الأمور المالية، كيف بتدخل فلوس، وما هي أكبر تكاليفك، وأهم الأنشطة اللي تأخذ منك وقت كثير. تمام، يعطيك العافية دكتور. سمر، تفضل على المايك. ترى كان في بيان موجودة رفع يدها، بس شكلها نزلت يدها. صوتي واضح؟ واضح، تفضلي. يعطيكم العافية. سؤالي هو، إذا أنا ببدأ بزنس جديد ومحددة أن المنتجات اللي حابة أبيعها، كيف ممكن إيش الطريقة الصح اللي ممكن أتنبأ فيها بمبيعاتي، بحيث أني يعني أجيب الكمية اللي ممكن تناسب الفترة الأولى، بحيث أنه المبتدئ حقي ما يصير فايض؟ هذا سؤالي. أفضل طريقة عن طريق منافسين. شوفي المنافسين اللي يبيعون نفس المنتج، وشوفي الكمية اللي يبيعونها في السوق. هذا أفضل طريقة ممكن تسوينها. غير كذا لازم تجيبين كمية بسيطة وتحاولين تبيعينها بنفسك، ثم الكمية تزيدينها مع يعني مع الوقت. بس ما أفضل الطريقة هذه، لأنه مكلفة أحيانا وممكن يكون عندك ستوك زايد. شوفي المنافسين اللي عندك في السوق، ومنافسين كم يبيعون، وبالطريقة هذه تقدرين إنك تقدرين إنك تتنبئين بالعدد المبيعات. طيب بالنسبة للمنافسين، كيف أعرف الكمية اللي هم قاعدين يبيعونها؟ كيف أطلع الرقم؟ تنب يعني أكثر من طريقة. معطيني مثال عشان أعطيك يعني إجابة واضحة. مثلاً معطيني أي منتج في بالك؟ لكل منتج له طريقة معينة. أي منتج؟ أي منتج؟
مثلا اللي يفرض مثلا اشياء ستيشنريز مثلا تجهيزات مكتبيه مثلا اشياء مكتبيه وش تسوين؟ تشوفين المنتج هذا نفسه وتدخلين المكتبه وتشوفين اللي في الارفف كم عددها، تجين في نهايه اليوم وتعدينها مره ثانيه على الرف وكانك زبونه وتشوفين كم باع في اليوم بس بطريقه تقليديه، بطريقه سهله مره. طبعا كل منتج له طريقه معينه. تمام شكرا لكم العافيه. يعافيك شكرا لك. طيب في سؤال اللي هو باحث دكتوراه في مرحلة الدكتوراه يريد نصائحك الاستفادة من البحث في فترة الدكتوراه للخروج بمنتج أو تقديم خدمات استشارية بعد نهاية المرحلة. طيب جيد. الخروج بمنتج أو خدمات استشارية هذا غير وهذا غير، يعني أنا أكمل لو أنه هو يعني يفتح المايك بس مو مشكلة، أنا بجاوب على كل الثنتين على السريع. منتج أنك تبني حاجة، أنك مثلا تبني منصة، والمنصة هذه تحاول أنك بعد الدكتوراه تحاول أنك تحولها إلى مثلا منتج معين أو حتى شركة في المستقبل. أفضل طريقة هو أنك تحصل على ما يسمى بالآي بي أو الانتلكشوال بروبرتي أو يسمى بحقوق الملكية. فبالتالي حقوق الملكية دائما ضروري يكون عندك حقوق ملكية على المنتج اللي عندك هذا. إذا كيف تطلعها؟ كل جامعة في العالم في مكتب قانوني، تروح مكتب القانوني وتقول أنا عندي منتج في نهاية الدكتوراه راح أطلعه، فكيف أني أقدر أني أطلع عليه اللي هو حقوق الملكية أو الآي بي. هذا المنتج. خدمات استشارية غير. خدمات استشارية تحتاج إلى أنك تنشر أبحاث على قدر الإمكان، ومو تنشر بس، وهذا هو التريك اللي هنا أو الملاحظة المهمة، تنشر مع ناس كأوثر ككتاب مشهورين في الاستشارات. فبالتالي أنت مثلا تكتب البحث حقك تروح عند واحد مشهور في الاستشارات في المجال حقك وتقول شوف أنا أبغاك عندي ككو أوثر أو ككاتب ثاني، وكل اللي أبغاه منك هو فقط أنك تراجع لي إياها وتضيف عليها أي إضافات أنشوفها مناسبة. أنت بالطريقة هذه ربط اسمك مع واحد مستشار مشهور، لما الواحد يبحث عن المستشار هذاك يطلع اسمك معاه، وأيضا سويت شراكة مع الشخص هذا، أنت هو استفاد منك في النشر العلمي، في نفس الوقت ممكن نعرف أنك والله شخص مميز في الاستشارات وعني في المجال هذا. فهذه لها طريقة لها طريقة. ممتاز. طيب بيان رجعت، بيان تفضل المايك. مرحبا دكتور محمد، مرحبا جميعا. دكتور محمد أنا عندي فكرتين وكلهم يتفقون مع هرم القيادة عندي. الفكرة الأولى هي تقريبا هي ماتشنج ويب سايت أو آب، والفكرة الثانية تقريبا إيكوميرس، لكن الإيكوميرس راح تكون في عالم الفروسية، خصوصا العالم الفروسية الآن مع الرؤية مدعوم تقريبا بدأ دعمه وبدت البطولات وهذه الأشياء، فماني عارفة يعني الديماند مستقبلا، يعني هو بادي لسه تو في بدايته قاعد يتطور، فماني عارفة شلون أقيس الديماند للبعدين. وبالنسبة لفكرة الماتشنج أب، تواصلت مع التو بارتيز اللي راح أسوي بينهم ماتشنج، وكان في يعني قبول من الجزء اللي راح يقدم الخدمة، وسويت سيرفيز ونشرتها برضو التو بارتيز، لكن ماني عارفة شلون مثلا أبدأ خصوصاً إنه ويب سايت، شلون أبدأ بأقل تكاليف. وش الماتشنج أب؟ وش قصدك فيه؟ إنه بين طرفين راح تسوي بينهم نقطة، أنت نقطة الوصل بينهم. ماتش ميكينج. يس ماتش ميكينج. ماتش ميكينج أوكي. فخصوصاً يعتمد على إنه مثلاً ويب سايت، أو لأن رحت مثلاً السوق أغلبه كان إنستغرام. فالإنستغرام يعني مو منظم وكثير أكاونت، مرة كثير أكاونت،
وكل واحد يضيف من عنده. أبدا أقول لك من الحين ماتش ميكينج ما يحتاج يعني إتس الآن الجيل الجديد كله على الجوال وكل واحد يشعر بالوحدة وكل واحد يبغى يدخل كوميونيتي كل واحد يبغى يعني لايك مايندد بيبل ناس يفكرون بنفس طريقة تفكيرهم الهواه يبغون يكونوا مع هواه وغيرها فالماتش ميكينج يعني يتكون بي ريلي جود بزنس. بالنسبة للإيكوميرس الفروسية يحتاج إلى اختبار يعني تحتاجين إنك تطلقينها بأرخص طريقة ممكنة وتطلقينها بأسرع طريقة ممكنة وتجربين. يعني أنا ما شوف إذا جاك مستشار أو جاك مرشد قال لك أوه والله شوف إيكوميرس فروسية أو لا تصدقين أحد أنت على طول خذ التطبيق أطلقيه جربيه بنفسك وخذي الملاحظات من السوق بعد كذا قرري. الشيء الوحيد إن أنا قلت لك الماتش ميكينج أبليكيشن جو أهيد فيه لأنه أنا أشوف كثير من التطبيقات قدامي والناس سووها ونجحت. إيكوميرس فروسية ما شفتها قبل. لكن طيب الماتش ميكينج شلون مثلا أسوي بأقل تكاليف؟ ماتش ميكينج أبليكيشن معين إذا ما عندك جهة تطور لك الأبليكيشن بطريقة رخيصة أنا ممكن أعطيك اسم شركة تسوي كده بطريقة رخيصة. هو أنا لقيت بحثت لكن ما عرفت هل أنا أبدأ أوكي كذا؟ إيه أبدأ شوف. طيب. ميكينج أبدأ. أوكي شكرا جزيلا دكتور محمد. يعطيك العافية بيان شكرا لك. في عندنا سؤال عبد الملك أبان مي أتوقع كذا الاسم صح عنده فكرة منتج ويبغى يشتغل فيها بي تو بي أو بي تو سي بزنس تو بزنس أو بزنس تو كونسيومر الأفراد ويبغى يركز على واحد فيهم. إيش الصعوبات اللي ممكن تواجهه في كل جهة؟ بس ما ذكر هو وش نوع البزنس صح؟ لا ما ذكر. بشكل عام في مصطلح بي تو بي وبي تو سي. مصطلح بي تو بي بزنس تو بزنس اي شركه لشركه، انا شركه ابيع لشركه. بي تو سي بزنس تو كونسيومر معناتها اني شركه ابيع لافراد. الخيار الاول دائما هو بي تو بي، هو شركه تبيع لشركه، هذا افضل خيار خصوصا في السعوديه هنا. في أنواع كثيرة من الأعمال شركة لشركة، بالنسبة لك أنت يعني ترتاح في التسويق وترتاح في أشياء كثيرة مرة وإدارة العملاء، لك أنت لما تبيع الأفراد عندك أنشطة كثيرة مرة، عندك التسويق، عندك اللي هو خدمة العملاء، خدمة ما بعد البيع، ممكن هو يروح يشتكي عليك بالراحة، يقول الله يا هو قدم لي منتج خربان او قدم لي منتج سيء. بزنس تو بزنس شركه لشركه لا، يصير عندك تكفل عقد واحد او بيعه واحده عن 1000 عميل، صح انه بتتعب فيه لكن بالنسبه لك اريح. وانا اقول لك السوق السعودي افضل شيء فيه هو بزنس تو بزنس، يعني من شركه الى شركه. هذه اجابه باختصار، ما اقدر افصل لك واقول لك رح بي تو بي او رح بي تو سي الا اني اعرف بالضبط وش نوع البزنس حقك. جميل طيب ناخذ سؤال هاني تفضل على المايك. افك الميوت تحت على اليسار. هاني فك الميوت ترى احنا ما نسمعك. شوف تحت على اليسار في زر المايك اضغط عليه. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام حياك الله. استفساري افضل حاجه انه نبدا فيها في البرمجه، هل هو نبدا بالهايبرد كروس، هل نبدا بالنيتف، هل خبرتك في هالمجال هذا؟ لجينا احنا انا عندي تطبيق ابغى اروح لشركه ابغى تسوي له تطوير،
أروح وين، لأي اتجاه، في أي لغة أبدأ، وش أفضل طريقة ممكنة أني أبدأ أنشئ تطبيق، أو أروح أني أتفاوض مع شركة، هل أروح لفريلانسر، هل أروح لشركة متخصصة في التطبيقات، طريقة مقياس كم مبلغ التطبيق اللي أنا جاي أسوي، أنا عندي فكرة، الفكرة هي سيرفس تحتاج أني أسوي تطبيق، وش الإجراءات وش الخطوات اللي أنت تنصحنا فيها أن إحنا نسويها. هذا السؤال. وشلون سيرفس؟ يعني وش المنتج اللي تبيعه او خدمه تقدمها؟ وش الخدمه اللي السيرفس اللي احنا نقدمها؟ استشارات، على سبيل المثال استشارات هندسيه، استشارات تصاميم، واتيفر يعني، قانونيه. طيب لا تروح نيتف، يعني كنوع من، طبعا عشان من البقيه يعرفون وش المقصد المقصود بالنيتف، وهو باختصار اذا جيت بتبرمج تطبيق على الجوال عندك طريقتين، اما انك تبرمج يكون برمجه مره واحده كود واحد يشتغل على الاندرويد والايفون، النيتف لا، تسوي كود وبرمجه خاصه بالاندرويد وفريق ثاني يشتغل على برمجه خاصه بالايفون. فانا نصيحتي كنوع هذا تحديدا من التطبيقات لا تروح نيتف، رح عفوا لا تروح هايبرد، رح نيتف. نيتف معناتها انك تسوي ابلكيشن خاص بالاندرويد، ابلكيشن خاص بالايفون، لسبب بسيط وهو ان النوع هذا اللي انت بتبرمجه موجود قبل، فراح ياخذون تمبليت والتمبليت هذا راح يستخدمونه في التطوير. اذا تبغى تتاكد ان التمبليت هذا او النموذج هذا موجود ولا لا، ادخل على موقع بيلدر ذات تدخل على موقع builder.io راح تعرف ان المنتج لها نموذج جاهز ممكن جيد. هل نروح لشركه محليه ولا نروح لشركه مثلا خارجيه؟ مثلا ما يفرق معه بالكوست، يعني الكوست طبعا برا ارخص، اصلا حتى المحليه بيعطونها برا. جيد، انت قلت ان اسم موقع بيلدر دوت او اي او. الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. شكرا لك هاني. طيب ناخذ اخر سؤال. في عندنا سؤال من سلوى، كيف اجد القيمه المقدمه في فكره المنتج، وفي خلال الفتره ايش الفتره اللي تحتاجها عشان في كل مره تجدد القيمه المقدمه؟ طيب القيمة المقدمة، طيب القيمة المقدمة أو القيمة الفريدة احنا نسميها، لها طريقة في الاكتشاف. اكتشاف القيمة الفريدة هي كالتالي، أنت حاول تطلع ثلاثة مشاكل في السوق. أنا حاول بطلع قدامكم عشان تشوفونها الآن، بسوي مشاركة للشاشة. تحاول أنك تطلع اكتشاف القيمة الفريدة، فتحاول تطلع ثلاث مشاكل. مشكلة رقم واحد طبعا في السوق، مشاكل في السوق، مشكلة رقم واحد، مشكلة رقم اثنين، ومشكلة رقم ثلاثة. أوكي، ثم تجي في الجهة الثانية، شوف الأسهم هذه، لكل من المشاكل الثلاث هذه حاول تطلع نتيجة حل المشكلة هذه. طبعا حنا بفرض أن في الوسط عندنا شركتك أو منتجك، فعندك المنتج في الوسط هذا، استقبل المشكلة وطلع النتيجة، مو الحل، النتيجة، إن الحل هو المنتج، النتيجة. مثلاً عندك على سبيل المثال عندك مشكلة، مثلاً أحتاج أخذ ساعة عشان أوصل الدوام، أنا بيتي بعيد أبغى ساعة عشان أوصل الدوام، فقد أضيع من يومي ساعتين في الزحمة، هذه مشكلة. وش النتيجة؟ دائماً العكس، وهي أني أوصل للدوام بسرعة، هذه النتيجة. ونفس الشيء، فتطلع ثلاث نتائج، عندك ثلاث مشاكل، طلع ثلاث نتائج. النتائج دائما هي عكس المشكلة، هي حل المشكلة، هي العكس. من الثلاث نتائج هذه في الوسط هنا عندك شيء اسمه قيمة فريدة. فبالتالي لو اجتمعت النتائج هذه الثلاثة مع بعض، وش القيمة اللي راح يشوفها السوق أو العميل؟ فبالتالي أنا أوصل الدوام بسرعة، أنا أوصل مثلاً مرتاح، شيء الثالث أنا سعيد. وش القيمة الفريدة اللي مشاهدها مع بعض؟
مثلا زيادة في إنتاج الموظف مثلا، وبالتالي أنا عندي القيمة الفريدة الرفع من إنتاجية الموظف مثلا. فبالتالي الطريقة ثلاث مشاكل طلع لنا ثلاثة نتائج، وإذا اجتمعت مع بعض وش القيمة الفريدة اللي تطلع لي. جميل جدا. طيب دكتور في آخر ثلاث دقائق ودنا تشاركنا بأفضل الخطوات ونصائح في مجال بناء المنتجات. طبعا أول شيء أنا أعتذر من أحمد ومسامر وعمر وإي بي، وعندنا في الأسئلة تقريبا 70 سؤال ما قدرنا نجاوب عليهم غير اللي رافعين يديهم. إيه فإحنا نعتذر منكم. يعني هي لو في نصيحة واحدة أنا بقولها، وهو إنك إذا جيت تشتغل على أو تحول أي فكرة إلى منتج لا تستعجل في قرار التركيز على المنتج. لازم تستعجل أنت في البناء، لكن لا تستعجل في الاستقرار. يعني لما تيجي وتقول لي أحتاج أسبوعين إلى شهر ثلاثة أسابيع عشان أبني المنتج، ممتاز، أسبوعين ثانية تكبر وتشتغل أنت بشكل مستمر، لكن لا تستعجل وتقول خلاص أنا راح أوقف على هذا هو المنتج النهائي. لأن إذا قررت أنه والله خلاص هذا هو المنتج النهائي اللي راح تسويه، أحياناً تترك الوظيفة اللي عندك وتترك الدخل وتركز عليه، أو أحياناً تضحي أحياناً من وقتك الخاص العائلي الأصدقاء، راح يعني تخسر أشياء مقابل التركيز هذا والقرار اني راح اركز عليه. فنصيحتي النهائيه لكم جميعا انك خلك سريع في البناء، لكنك لا تستعجل في الاستقرار على المنتج النهائي. عطى وقت. ممتاز، يعطيك العافيه دكتور محمد. شاكرين لك جدا قبولك لدعوتنا، واتصور نحتاج وبنار ثاني دكتور ونجاوب على جميع الأسئلة اللي موجودة. يعطيك العافية محمد القصيمي، يعطيك العافية، شكرا على الترجمة، يعطيكم العافية جميعا على الحضور. نراكم بإذن الله غدا في لقاء الابتكار والإبداع عن بعد مع دكتور أريج الوابل، وحد شاركنا تجربتهم في MIT. شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية، شكرا لك.